وايه اللم اللمومه دي؟ ما هو داير كل وسائل الاعلام وعامل مؤتمر صحفي عشان يجلب الناس عليك عشان تفك سجن الست مربوحه. شايف يا ولدي؟ ادي اخره النت. لا النت زين يا كبير، هو اللي اساء استخدامه. النت ما زينش، النت دي وحش هيبلعنا كلنا. صح، يقطع النت على النت على العين عليك انت شخصيا. كانك اتجنيت يا جوني عشان خاطر لايكايه ولا كومنتايه جاب سيدي مرت اخوها على النت. معلش معلش، عموما حلها بسيط بسيط. ايوه صح يا كبير، كالكسلوم وشوشر عليهم. واه ايه ده يا كبير؟ انت هتقتل اخوك يا كبير؟ لا ودي تادي، انا بمشي حسب الاتيكيت، والاتيكيت بيقول ايه؟ ايه؟ ليديز فيرست. هقتلها هي وبعدين اقتله. استنى يا كبير، استنى يا كبير، يا كبير بقول لك ايه؟ قفل العربيه فيها التاب. تاب؟ افتح يا بنت، افتح يا جباره. افتح عشان تطخني. اطخك بس؟ ده انا حرشك في رقبتك شلي مهايه واشرب من دمك كيف البينا كولادا. افتحي. ما فتحش. زين انا افتح بطريقتي. ادرس. خدامك يا كبير. اطلع على اشرف خليه يروح المخزن ويجيب لي صباعين دلاميت وطشت. ليه الطشت؟ عشان نلموا الاشلاء. اوعك تعمل كده يا كبير، كده هتضيع روحك. انت ما شايفش الدنيا بره عامله كيف؟ دي القنوات الاعلاميه كلها هني. كانهم صعدوا الموضوع، يعني اعمل ايه يعني دلوك؟ اسكت. اوعك تسكت يا كبير. ايه يا انت مذبذب يا ياد، مره كده ومره كده. انا قصدي لازم تتكلم يا كبير، الكلمه دلوك اقوى من الرصاص والدلاميت، الكلمه اقوى من السيف. اتعرف معنى الكلمه؟ الكلمه نور، وبعض الكلمات قبور. قبر يلمك، انت تعمل ايه من الود يا ياد؟ استفض. انا قصدي يا كبير لازم نحاربوا الستات بنفس السلاح اللي هيحاربونا بيه. مش هم جلبوه حرب اعلاميه؟ خلاص نعمله زيهم. هنعملوا ايه يعني؟ احلى مسا عليكم جمهوري العزيز ومتابعيني الكتير. كبير؟ لا انت كبير، متابعيني هم اللي كتير. لما اقصدي طبعا احنا كلنا سمعنا عن الحركه النسويه المغرضه اللي قامت ضد الكبير اليومين اللي فاتوا، ومن ساعتها انتشرت الاقاويل والمواويل وتاهت الحقيقه في زحام المدينه. القريه، احنا مش مدينه. انت هتقف لي على الوحده يا كبير. تاهت الزفت الحقيقه في زحام القريه، واحنا دينا لكم النهارده نقطع الشك باليقين ونعمل اللقاء مع المدني عليه شخصيا. رحبوا معايا بالمدني عليه. السلام عليكم، ونقولوا خير صباحين وبيض على الابيض. وبيض على الابيض ان شاء الله، من اول السنه اللي بتاعتي يا كبير. بنورك يا ادرس، بنورك وبنور اللي بتاع المدوره دي. ايوه الهاله دي. ايوه في البداية يا كبير، ايه ردك على الاتهامات اللي بتقول ان انت لا تؤمن بالمساواة بين الراجل والمرأة؟ افترى، كل ده افترى. انا اكتر واحد في الكون مؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة. واه دي مفاجأة يا كبير. حتى بنطبقوها في البيت بيني وبين مرتي. بتعمله يا كبير؟ انت مالك يا راجل ومرأة، انت مالك؟ ايوه عشان الرأي العام يا كبير. ماشي، انت مش غريب يا ادرس يعني، كلام في سره. في سرنا كلنا. يعني لما نجوا نتغدوا انا والمدام، غديوه حلوه كده، نجيب لنا فروجه ناكلوها سوا. واه ايه فروده كامله ليك انت ومرتك؟ هتنق عليها ولا ايه؟ لا ما قصديش يا كبير، اتفضل كمل. اجيب فروجه واشقها بالطول، ما بشقهاش بالعرض. قولي ليه؟ ليه يا كبير؟ لاني لو شقيتها بالعرض حاكل الصدر وهي تاكل الوراك، والوراك كلها تاكل السترول. انا ما ارضاش اكدي على مرتي.